مترجم كلام، مترجم كلام. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك تعظيما لشعير من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهم خلفاء الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول ساداتنا العارفون: الصق بالأولياء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا تتأتى أن تكون هناك ولاية إلا بإيمان راسخ ويقين ثابت وتقوى مع الاستقامة على ذلك. في كل زمان في الوجود وفي هذا الكون من يرحم الله بهم العباد، ولولاهم بين الأنام لدقدقت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة، فلا بد في كل زمان. ويقول سيدنا الإمام الحداد: في كل زمان وارث محمدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من ساداتنا آل بعلوي، إما ظاهر مشهور وإما خامل مستور، وقد استتروا في هذا الزمان لما تعاظمت الفتن. من الظاهرين من المتأخرين سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، أظهره الله سبحانه وتعالى، وذاك إنما بتكليف وليس هو باختيار منه رضي الله تعالى عنه، وممن اختاره الله واصطفاه بالخمول لكن جعل له الظهور في عالم البرزخ، وهم كثير، كسيدنا صاحب هذه الحولية الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل بن سالم، الذي جعل شيخه الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس هو الرسول في تبشير الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف بكمال الظهور. شيخ فتى الحبيب عبد القادر بن أحمد هو الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، وهو شيخ فتى الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل بن سالم. يقول الحبيب محمد: أعطاني رسالة مكتوبة للحبيب جعفر للحبيب عبد القادر بن أحمد، لكن لم يضم منها البشارة، لكن البشارة جعلها على لساني، فقال لي: إن جلست معه على انفراد فأبشره وأقول له: إن طال أطال الله عمرك ستبلغ مرتبة الغوثية. فلما جئت قال: فإذا هو جالس عند ضريح والده في قبته الخاصة هنا في بلد سيئون، فلما توحدت به أخبرت بما أخبر الحبيب جعفر، فابتهج واستر، فكلما جلست قليلا يقول: ماذا قال الحبيب جعفر؟ يقول: قال كذا كذا. إذا جلس يتكلم كيف يقول الحبيب جعفر؟ كان من أخص مريدي الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، لكن سبحان الله، شوف مظهر الله سبحانه وتعالى، جعل في الحبيب عبد القادر هذا المظهر العظيم، وفي هذا الحبيب هذا الخمول، الذي حتى أن من رآه في الطريق ما يسلم عليه لشدة الخمول اختيارا لا اضطرارا. وكان الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس يعظم هذا الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل، مع أنه خامل الذكر، مجهول في الأرض معروف في السماء، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيدنا أويس القرني، وهذا منه ذلك اختيارا رضي الله تعالى عنه، بشاهدي ما ذكره عن نفسه رضي الله تعالى عنه، إنه قال: خرج معراج من السماء عالي، فآثرت به أخي وصديقي الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، فقلت: أخي حسن أولى مني بهذا المعراج، فلما آثرت أخي بذلك المعراج النازل من السماء جاءني معراج أعلى منه، فقال لي: هذا لك، فنحيته وجلست على الأرض، فقال: يا عبد الله إيش تقول في هذا؟ فقلت: حال الحبيب حسن حال ظهور، وحالكم حال الخمول، ولا يكون لم يكن يعظم أحد في تريم مثل الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، لأنهم كانوا مجموعة ممن ورثوا حال الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، منهم الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف،
منهم الحبيب أحمد بن موسى الحبشي، منهم الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، منهم صاحب هذه الحولية الحبيب بن أحمد بن عقيل بن سالم. فقال عندما وزع الحال على السبعة أخذت من كل قسم زيادة على قسمي، فنادوني لماذا لا تكتفي بقسمك؟ فقال لهم الحق للحبيب جعفر ليس لأحد الكلام. فإذا الحبيب جعفر يتبسم ويرضى بما فعلت. الحبيب بكر بن عبد الله العطاس قال أمرت بالظهور فأبيت. طلب الظهور، أمرت بالظهور فأبيت حتى هددت، فخيرت إن شئت الظهور في الحرمين الشريفين وإن شئت الظهور في حضرموت، فاخترت فعلمت أن مقامي في الحرمين مؤقت، فاخترت الظهور في الحرمين الشريفين. فكانت علماء مكة وعلماء المدينة يمشون خلفه كالتلامذة، فلما خرج حضرموت لم يعرف قدرها أحد، حتى يقول الحبيب سالم بن أبي بكر ابن الحبيب أبو بكر يقول للحبيب علي حبشي جزاك الله عنا خيرا، ما عرفنا أن والدنا من الأولياء إلا منك لما أظهرت حال والدي وهو في حال مقام التصريف رضي الله تعالى عنه. والحبيب محمد بن أحمد بن عقيل أعطي حال عظيم في حضرة سيدنا الفقيه المقدم، يقول أعطينا يا عبد الله حال الفقيه المقدم في حضرة الفقيه عدة مرات. مع هذا كلما أراد يفعل شيء لولا نخاف من الظهور لفعلنا كذا، لولا أننا نخاف الظهور لفعلنا كذا، وبقي على حاله. حتى أن الحبيب أحمد بن عبد المولى الولي صاحب التصريف يقول هذا عمك محمد بيموت بثيابه، يعني ما أحد بيدرى بحاله. يقول الشيخ عمر با مخربة مطربة بخت من دخلوا دياره وشافوه قوم ما يظلمون أصلا من أسلفهم في هذه الحياة الدنيا أوفوه في يوم القيامة، قوم ما يظلمون أصلا، قوم لو طرح ميت بين أيديهم بإذن الله أحيوه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم التصريف. في المتأخرين الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس كان أحد من المنشدين البا صالح ينشد في حضرته، فإذا هو يسغي ويقول الحبيب قد مات فلان هذا اللي منشد مات في حضرة الحبيب جعفر، فجاء الحبيب جعفر قال لا لا ما مات ما مات، فصار يقضى حتى قام وعاش، ولا زال من حضروا هذه الجلسة على قيد الحياة، ناس من حضر هذه الجلسة. نعم ما يظلمون أصلا، قوم لو تحملهم الحيد الكبير الجبل استخفوه. لهذا يقول سيدي أحمد الرفاعي إلصق بالأولياء إلصق بهم فإنهم لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، فإذا لصقت بهم سرى إليك من سرهم، بشرط أن تلتصق بهم بنية صادقة، فإن الجدران تنتفع بهم الجدران، لكن من التصق بالصالحين والعلماء العاملين ولم ينتفع ولم تتهذب أخلاقه فاعلم علم اليقين أنه لم يخدمهم لله إنما لغرض في نفسه، فلهذا لم ينتفع بهم. وكيف وقد انتفعت بهم الجدران لو نطقت وتطلق بالعلم والتصق فيها النور من مجاورتهم، فكيف بإنسان من اللحم والدم؟ قالوا ذلك لأنه من كلام الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل أنهم أولئك الذين تستاء أخلاقهم ومع صحبتهم للصالحين، أولئك ما خدموا الصالحين لله بل خدموهم لأغراض وأهواء في أنفسهم. نالوا هذه المقامات ما هو بكثرة قيامات ولا صيامات، إنما نالوا هذا المقام بتصفية القلوب وسلامة الصدور. قال الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل أول اللي قام مع الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس أخذت معي أحد من الرفقاء، فلما دخلنا عليه وسلمنا عليه قال أما أنت يا محمد جئت جاهز معك القبس ومعك الفتيل، لكن بغيت من يشعل لك النور في قلبك، أما صاحبك فلان هذا عاد بغاله تنظيف أول،
ما يصله لأن يوضع شيء، لأنه ما يوضع النور إلا في الصدور، ولا توضع في الصدور إلا إذا تنظفت من الكبر والغرور ومن كل مظهر من مظاهر الغرور. فإذا صفي كما لقينا ما يوضع فيه اللبن الصافي إلا إذا نظف، كذلك القلوب ما يوضع فيها السر إلا إذا نظفت. فمن تلك الجلسة اجتمع قلبه مع قلبه، واجتمع شمله بشمله، فصار يغشاه في كل أحيينه، حتى قال نجلس معه في الليالي حتى قرب الفجر. ونحن نتذاكر في سيرة الصالحين وفي سيرة النبي محمد الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم حتى آخر الليل، لأن كان الحبيب جعفر ما ينام الليل، ومع هذا لشدة يقينه وقوة إيمانه يخرج من عند الحبيب جعفر إلى زيارة الفقيه المقدم في زنبل في آخر الليل، في وقت ما حد يستطيع زيارة إلا من قوي يقينه ورسخ إيمانه في قلبه، يخرج إلى هناك يزور السلف ويرجع إلى بيته، فيحوز الخير من أهل الظاهر وأهل الباطن، لأنه لا بد للإنسان من الاتصال. لو قال لا أنا بروح أدخل الخلوة وأنا بجلس في الأذكار والأوراد ولا بيتصل بأهل الظاهر، لا بد تتصل بأهل الظاهر ولا ما بيفتح لك الباب. كبعض الناس اليوم يقولك نحن على طول بغانا نذكر جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي زين العابدين، بابكم من الفقيه المقدم ماشي باب الجعفر الصادق ولا محمد الباقر إلا من طريق الفقيه المقدم، تعالوا من الباب بيفتح لكم البواب. وهكذا كانوا على هذا القدم وعلى هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فعلى قدم الرسول وصحبه ثبتوا على ذلك واستقاموا إلى الممات رضي الله تعالى عنه وارضاه. في حياة شيخ الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس رأى من يقول له هذه القولة لك، إن شئت قلتها وإن شئت لم تقلها، قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. هذه قولة قال إلا على شيخ الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، قال هذه القولة لك إن شئت قلتها وإن شئت لم تقلها. فلما علم هذا المقام العظيم الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطر، كانت بينهم الخوة في الله، حتى صار بينهم الجلسات الطويلة من بعد العشاء إلى قرب الفجر، والرحلات الكثيرة والزيارات الكبيرة بينهم. وكان إذا مرض الحبيب حسن جاء بالمعروض حقه إلى عند الحبيب محمد استشفاء وطلبا للبركة. وقد مرض مرة أحد من أولاده في حادث جزم فيه الأطباء بالموت لابن الحبيب حسن جيلاني، وقال هذا خلاص ساعات معدودة الولد. فجاء الحبيب حسن إن والدت هذا الولد إذا وقع بشيء سيكون بها حزن شديد ومرض. قالوا في حياة الحبيب جعفر؟ قال شيخك الحبيب جعفر اذهب إليه. قال أريد كرامة منك أنت. قال فخريت آخر الليل زيارة للسلف للسادة الكرام للسادة البعلوي الفقيه وقومه، فلما رجعت بشرته لقد جئنا لابنك بعمر برزخي والولد يعيش إلى اليوم والليلة. وآخر ما كان منه قبل وفاته قبل الختام آخر أمره عند قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى تجلى له رب العزة سبحانه وتعالى وبشره بالراحة الأبدية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به وبأسراره ونور بسائر عباد الله الصالحين يا رب العالمين. بالراحة أنك ستستريح أن المرض في آخر عمره. نعم، رؤية المولى سبحانه وتعالى ليس المعنى كما يتصورها البعض، لا، الله سبحانه وتعالى يتجلى فيما شاء وفي من شاء، كما تجلى في الجبل فخر موسى صاعقا فرأى نور لا يمثل بنور، نور عظيم. فمن ذلك النور هناك سمع الخطاب كما سمع موسى الخطاب، وكما قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رأيت رب العزة 99 مرة ولأن رأيته 100 لأسألنه فرآه 100. فقال ما أقرب ما تقرب به إليك المتقربون؟ قال بتلاوة كلامي يا أحمد، قال بحضور بفهم وبغير فهم،
قال بفهم أو بغير فهم يا أحمد. فهنا نور يتجلى الله، هنا تجلي. فرق بين التجلي وبين المتجلي، المتجلي لا يعلم كنهه إلا هو سبحانه وتعالى، أما التجلي هذا حادث مخلوق يراه المخلوق ويعرفه المخلوق، يتجلى فيما شاء وفي من شاء وفي أي وقت شاء، فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والجراب الشيء الكثير، لكن بالقليل يستدل به على الكثير، فالله يحيينا على محبته أوليائه وعباده الصالحين، وسيد الصالحين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم يحيينا على هذه المحبة، ويميتنا على هذه المحمة وعلى كمال الاتباع لهم، ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة، من غير ابتلاء، من غير مرض، من غير امتحان، بل بمحض الجود الامتنان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، عنا على ما تريده منا ووفقنا لما يرضيك عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.